يا هلا النيلة والليلة مع هلا يا هلا، وإن شاء الله تكون ليلة جميلة وليلة سعيدة وليلة من ألف ليلة وليلة وليلة من العمر. والليلة يا عمدة، الليلة يا عمدة. إحنا النهاردة بنرحب بيكم في برنامج جديد ولقاء وسهرة جديدة تماما، أتمنى إن أنتم تشاركوني فيها ونكون نقضي وقت جميل. الليلة عندنا ضيوف هيسعدونا ويفرحونا، معانا المطربة الرقيقة سيمون، وهنسمع منها أغاني جميلة ونعرف منها أخبار جديدة، ومعانا طبعا النجمة الجميلة الرقيقة اللي بتقول قلبي دانتيلا، الفنانة يسرى. واهلا بيكي في اول لقاء في الليله. انا اتخضيت وخفت وما بقتش عارفه انا جايه فين. احنا ما قلناش ليسرى ايه الحكايه خالص، قلنا لها ان احنا عندنا النهارده لقاء معها ومع الجمهور الجميل اللي معانا النهارده اللي جاي عشان يشوفوكي ويسمعوكي ويسالوكي برضو. قبل ما نتكلم على ادوارك السينمائيه الصعبه، عايزه اقول لكم ان يسرى ديكور بتاعنا. لا يا اختي ده مش ديكوركم، دي حاجتي. لا وحياه امي ان دي حاجتي. لا ده الديكور بتاعنا، يمكن شبهها. لا طب واللي جواها ايه؟ اللي جواها بالظبط؟ الورد. استني بقى. ايه اللي جواها؟ ده بصي ايديا تترعش وخضيت. لا لا مش حاجه شبهها، بس احنا بنقلدها. احنا حاولنا ان احنا نقتبس ذوقك عشان عاملين حلقه ليكي. هو الديكور في حاجات ناقصه؟ فين في حاجات ناقصه في الديكور لو سمحتوا؟ لا لا بتاعتي. لا هو احنا جبنا واحده زيها مكتوب عليها برضو اسم يسرى. لا مكتوب عليها ايه؟ اسم يسرى. مكتوب عليها اسم يسرى الحقيقه، بس احنا جايبينها يعني مش هنديها كده، بس احنا بنقلد الديكور بتاعك يعني. ده شبه يعني في حاجه. شبه ايه؟ انتوا لميتوا البيت. لا ده انا هطلع عينكم يا اللي في البيت. بس هسيبوا البيت كله؟ في حاجه ده مش من عندك، ده الديكور بتاعنا. لا ازاي ده من عندي؟ ده من عندي ودي بتاعتي. لا دي مش بتاعتك، دي فضل يا دي. احنا دي جات لي هديه في عيد ميلادي، ودي كمان جات لي هديه من اتنين كانوا متجوزين واتطلقوا. لا انا يا ليكي. ما يخلاش عليكوا حاجة. يعني انت دلوقتي مصرة على الحاجة دي بتاعتك؟ اه والله العظيم بتاعتي. والكرسي الصغير ده؟ ايوه بتاعي. احنا ترفعي؟ ايه ده الحكاية دي؟ ممكن اعرف؟ دي علشان الدخان. تروحي طافيه السيجاره فتروح مطفيه كده اهو. ما تعمليش بقى كده وكده وضوافرك وايديكي. بس انا عشان الحاجات دي بتاعتنا مش بتاعتك. احنا عايزين نتكلم عن الصداقه بقى. الصداقه حضرتك باخد نفس. شفتوا احنا حبينا نلبخك كده بس عشان بعد كده نسالك اي حاجه، فزي اللي في اسرى الحرب، فنسالك اي حاجه تتجاوبي عليها دلوقتي. اوكي مستعده يسرى هتجاوب على اي سؤال. الفيلم الجديد فيلم دانتيلا اللي بتصوريه حاليا بيتناول قصه الصداقه.
بين صديقتين والاثنين بيختلفوا او بيتصارعوا على رجل. صح. فممكن تكلمينا عن صداقة. عن الصداقة اللي في الفيلم وبعدين الصداقة اللي في حياتك. يعني انا يعني هو في الفيلم بنقول ايه انه مرات في رجاله بتقولك معقوله انا اخسر صديق عمري او صديقي علشان واحده ست؟ الستات لازم يعملوا كده. يعني الستات كمان مش من حقهم انهم يخسروا بعض ويخسروا صداقتهم علشان راجل ممكن يخش بينهم. طبعا في وجهات نظر بتختلف وبيقولوا مش ممكن ده يحصل، لكن مرات فعلا لما الصداقه بتكون قويه جدا بتبقى اسمى بكتير من الحب. ومن كتر حبهم لبعض كاصدقاء عارفه بيحصل مش بس تنازل، بيحصل انه كفايه انها تشوف صاحبتها سعيده حتى مع الراجل اللي حبيته مثلا وما قدرتش. مش دايما انا ما بقولش انه ممكن ده يحصل في الحياه، لكن اصل في الفيلم عندنا مصايب بتحصل. يعني ما بتحصلش ان دي بتتنازل عنه بسهوله ديت ولا دي بتتنازل عنه بسهوله إيه؟ دي لا بيعملوا ايه؟ بيخربوا بيت بعض. يخربوا بيت بعض يعني ما بيسكتوش. ومين اللي بتخرب معاكي البيت؟ حبيبتي وصاحبتي وصديقتي والفنانه الهام شاهين. الهام كانت سابالك معانا رساله عايزاكي تسمعيها. يعني مش في العلبة. ممكن نسمع الهام؟ هي بني ادمه قلبها من جوه ابيض زي لونها بالظبط، زي لون قشرتها. انسانه صادقه جدا، احاسيسها واضحه وصريحه. وانا بالنسبه لي الصديقه اللي ايه انا لو يسرى حضرتني اعيط. فاحساس ايه بالحنان، يعني ده عارفه احساس ما يتحسش الا ايه حد قريب منك قوي. يعني ممكن الواحده تعمله مع امها، مع بنتها، يعني مع بنتي اعمله او مع امي اعمله، اللي هو ايه لما حد حاسس بيا قوي اول ما اجي في حضنه ممكن اي ضعف جوايا او اي تعب جوايا ابقى صريحه فيه قدامه. فيسرى كده مش اول ما تقولي مالك روحه. فهي حقيقه بني ادمه جميله قوي وعندها صدق نادر، ان ده اصبح نادر جدا في الحياه بشكل عام ونادر ايضا بين الزميلات. لا ما هو يسرى بالنسبه لي طبعا حاجه، يعني انا طبعا يسرى بالنسبه لي مش الممثله العظيمه والفنانه الكبيره والممثله الحساسه. يسرى بيني وبينها تاريخ، وانا وهي ابتدينا مع بعض في فيلم واحد، وانا وهي ابتدينا تقريبا في فتره واحده في السينما، واشتغلنا مع بعض اول فيلم وثاني فيلم، وعلاقتنا من 20 سنة بالظبط. وانا اكبر منها طبعا، بس يعني فعلا هي من 20 سنة انا اتعرفت بيها، وكانت اول حياتها، وعاشرت كل ظروفها الاجتماعية وظروفها الفنية. فيسرى بالنسبة لي ما هياش نجمة. يمكن انا ساعات بزعل ان انا ما بعملش يسرى كلمة، لان برضه النجوم في الافلام بيبقى لهم معاملات خاصة. انا بعمل يسرى دايما انا صاحبتي، على انها صديقتي اللي مش من الوسط الفني حتى. انا عرفتها في الوسط الفني، بس بيني وبينها حياة بره الوسط الفني. يعني انا ويسرى كل سنه، ويمكن انت معانا بقالنا 4 سنين، بنروح نعمل عمره مع بعض في رمضان من 27 مش عارف ايه. في بينا حاجات ما هياش الشغل. يسرى لا دي انسانه رقيقه جدا، انسانه بين الفن بقى انسانه رقيقه. بتجيب تراوغ هي داخل اللوكيشن. بتجيب تراوغ. لا هي يعني داخله كده تبص تلاقي الجو بقى يبقى رطب. يعني اولا الفنانه احاسيس ملتزمه جدا، بتحب شغلها قوي. سبحان الله ربنا عطيها حب الناس من عامة، يعني كل ده ترجم حب الناس، يعني مش غير عادي. وبعدين وهي بتبقى شغاله الواحد مستمتع يعني بشكل غير عادي، بتهتم كل تفاصيل الحياه. وما تتعبنيش يعني، انا بالنسبه لي لبسها مجهزاه، شخصيه مجهزاه، ما تتعبنيش في حاجه. هي طيبه جدا قوي وعندها شفافيه من جوه على فكره، وعمرها ما تزعل ولا اي حاجه، ودايما تبتسم، والحياه ظريفه بالنسبه لها وجميله. وانا اتمنى من ربنا يوفقها ان شاء الله دايما في كل عمل تكون فيه ان شاء الله باذن الله. يعني فهي صراحه فنانه عظيمه جدا، وانا بقى سعيد لما بشتغل معاها. بحبك قوي يا سامي، الله يخليك. انا بموت فيه مش عشان حاجه، اولا بجد بقى
طيب طيران غير طبيعي بس بس الصوص عمل معايا اول فيلم من فضلك مين الصوص احنا نقول له صوص صوص ايه يعني هو اسمه صوص طماطم هو اسمه الصوص اسمه الصوص بيشتغل ايه صوص بيقيس بالمتر طول النهار والليل علشان يعمل الفوكس مظبوط والعدسات وكل حاجه مساعد مصور مساعد فالصوص ده هو ما فيش مره ما يقيسش المتر ده هو مثلا في نص ساعه يبقى كله جاهز يقول لي لا اقيس المتر بتاعي ما ينفعش يا مدام ده متر جوايز اقول له متر جوايز متر جوايز اقول له مش عايزين جوايز يلا بس انت علاقتك حميمه جدا بكل اللي عاملين معاكي زي ما احنا شايفين هل علاقتك كده مع جمهورك اه انا بتصور انه ان علاقتي بجمهوري يعني انا جمهوري بيبقى عارف عني تقريبا كل حاجه سواء انا بقولها او ما بقولهاش انا واضحه يعني الى حد كبير الى حد كبير في حاجات خصوصيات مش مسموح بيها انا كل الناس تعرفها زي ما كل واحد عنده اسراره هنسالها فيها لكن طيب اوكي لكن طبعا انا بعتقد انه حياتي واضحه جدا بالنسبه للناس قبل ما نسالك عن خصوصياتك هنعود للصداقه واحنا معانا النهارده صديقه حميمه ليكي جبناها عشان نعيش معاكي ومعاها احلى واصعب لحظات عشتوها سواء في حياتكم تفضل الاستاذ سلوى الانصاري يا حبيبتي فين سلوى اهي سلوى هنا سلوى الانصاري صديقه يسرى ويمكن هي ما تعرفش ان احنا جبناها لها النهارده جوابها بتيجي فجاه هنعرف كل الحقيقه منها النهارده كل الاسرار انت مكسوفه اتفضلي اتفضلي عيطي سلوى الهام قالت لك اللي تحضنها سلوى يسرى تعيط اتفضلي تقعدي بقى على الكرسي الاخضر الصغير ده لا هي هنا ولا هقعد هنا لا شوف على طول تخلت صداقتها عن مكان سرقوا البيت وجابوه يعني الكرسي ده بتقعد عليه يا اسره لا 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 هو في الحقيقه لا ترى امه جنب سلوى بقى لكم كام سنه الاصدقاء لا انا حاسه ان سلوى هتقع من الكرسي 18 سنه انت تعبانه في الكرسي ده 19 انا عايزه اقول لكم هي سلوى مش هتقع من الكرسي هي يسرى خايفه على الكرسي خايفه على الكرسي ولا كبيره طويله ولا طيب قومي يا سلوى اقعدي على الكنبه اتفضلي هنا اقعدي معايا بقى لكم كام سنه اصدقاء انا من 18 سنه سلوى ايه اصعب حاجه في يسرى بصراحه يعني شديده جدا ومش عشان هي لا اصعب حاجه وانت بنتكلم من وراها اصعب حاجه في يسرى انها لما عاطفيه قوي لما بتحب حد بقى او ايا كان راجل او ست يعني بتبقى بكيانها كله فده اصعب حاجه فيها لانها بتتعب وتتعذب وبتعيش اللي معاها في احساسها ما بتقدرش عليها يعني دي الحاجه الوحيده اللي ما بتقدرش عليها تقدريش تعقليها لا 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 مفيش يعني لما بتاخد قرار انت شايفه انه قرار خطا ما بتقدريش تقوليها لا بقولها لا قلت لها قرار خطا في حياتي لا طبعا حاجات كتير بتحصل في الحياه طبعا ده عمر يعني انا يا اسرائيل في لا 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 بلاش احسن بلاش احسن بتقولي لها صراحه طبعا طبعا يعني احنا عرفنا بقى ان سلوى صريحه معايا لدرجه انه شوفي عمرنا ما اختلفنا لكن ايه لا يعني ممكن اقول لها لا انا شايفه ان وجهه نظري كده فهي تقول لي بس انا شايفه انك انت مش شايفه اللي بعد كده خدي بالك ان اللي بعد كده ممكن يحصل كذا وكذا 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 فعلا ما بكونش شايفاه طبعا حائط المبكى بتاعي اروح رايحه معيطه وتيجي بقى تشيل بقى الهم بقى من صاحبتي خلاص لا هي يعني حساسه قوي عاطفيه قوي معطاءه قوي فيها ميزات يعني
ما شاء الله مش عايزه احسدها، انما كتيره قوي يعني. صديقه صديقه قوي، لما تكره تكره قوي، ما عندهاش وسط، ولما تحب وتحب قوي. يعني كل كده قوله قوي، كله قوي قوي. برج الحوت. برجك ايه؟ برج الحوت. حوت كام مارس؟ انا 10. كل سنه وانت طيب يا حوت. بما انك انت قلتي بتجعليها حائط المبكه وبتحزنوا سوا وبتفرحوا سوا، انا عايز اسالك، ولان عاده ممكن نعرف ايه اسعد اللحظات دي شيء جميل، لكن ايه اصعب اللحظات اللي مريتي بيها مع يوسف، او اتعس اللحظات صراحه؟ كتير انا عارف. كتير. لا اتعس. كل انسان بيعيش له مراحل في حياته بيعيشها وبيبقى فيها ايموشنز، يعني احاسيس يعني مختلفه. ف يعني انا معشرتي لها يعني بكل الاحاسيس، عائليه عاطفيه حميميه صداقه، من يعني بكل بما في الكلمه دي من معنى، يعني من غير تفاصيل. يا جاي لي تفاصيل، انا حاسيبك يا سلوى عشان مفيش فايده فيكي. يعني بقى انتي انا لازم اعرف عشان هننتزع الاعتراف من سلوى دلوقتي، فعلا فعلا ايه اصعب التجارب اللي مريتي بيها في حياتك بكل صراحه واحنا معايا سلوى شاهد؟ شوفي من اصعب التجارب اللي طبعا سلوى عصرتها معايا، بعتقد انها تجربتين. لما كنت متجوزه وفقدت البيبي وكنت عايزاه قوي، وطبعا هي قاعده بيا في المستشفى على طول، والحادثه بتاعتي الاخيره هي الامانه يعني دي يعني هي كانت اصعب، يعني دي اكتر حاجه صعبه انا فاكراها دلوقتي. يعني يمكن كان قبل كده قبل الحادثه كنت بشوف حاجات صعبه كتير، حاجات بالنسبه للي انا شفته في الحادثه تبقى تافهه. معلش انا يعني ما اننا النهارده بنتكلم بصراحه، يمكن احنا قرينا في الجرايد وقرينا في المجلات، بس ما سمعناش منك انت شخصيا وصف دقيق لما حدث ذلك اليوم او تلك الليله. هي كان يوم اسود. نغير الموضوع ونفرفش ونسالها مره اخرى عن دانتيلا، وهي بتقول انا قلبي دانتيلا ومش ممكن يتسلى، مش ممكن يتسلى ولا يمكن يتخلى لو قلبك فعلا شال. ليه كل الناس تقول وحدي؟
انتي ما اديتنيش فرصه اقول لك حاجه. لو شاورتي بصباعك لاي واحد فيهم يجيلك ويركع قدام رجليكي. ما لقيتيش غير الراجل الوحيد، الراجل الوحيد اللي انا بحبه، وانتي عارفه انا سبته ليه؟ عشانك، عشان ما كنتش عايزه اخسرك، عشان صداقتك عندي كانت اهم من اي حاجه في الدنيا. انت يا سهر، انت دولاب عن كل الناس، انت بالذات اللي تتجوزي. مش قادره اصدق، مش قادره اتصور، مش قادره. لا سي هلا يلا يلا دوما دي لا انا ولا هو. اه ستوب. في فيلم دانتيلا انت بتتجوزي زوج صاحبتك صديقتك الصدوق. انت بتتجوزي الاول وبعدين هي بتتجوزه معايا وبعدين خلاص ضابط. بالمرة بقى هو بيشتغل راجل. طيب عايزين نسألك، هل تتجوزي راجل متجوز؟ لا لا. يعني ايه؟ هقولك ليه. لو انا كنت الاولى في حياته ومضطر هو يكمل حياته مع مثلا زوجة عمره، احتمال ابقى ورا، يعني ابقى في الظل علشان ما اخربش بيته. الزوجات بحبه جدا يعني. لكن اذا انا لازم اتجوز، افضل اتجوز واحد بقى يبقى بتاعي انا لوحدي. يعني لازم شراكه. عاجبك كده؟ اعمل فيك ايه دلوقتي؟ جايه من اخر الدنيا عشان تفوري دمنا؟ انا شايفه هنا صديق اخر من اصدقائك اللي موجودين معاكي في مش في دانتيلا لكن في منطقه اخرى لها علاقه بالكعب العالي، الاستاذ سمير خفاج. اتفضل. اهلا وسهلا. 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 اهلا وسهلا
بيقولوا اتفضلي سلوى، تقدري تقعدي يعني تستمري معانا او اوكي. هما الاثنين قاعدين مهذبين وظراف كده ولذاذ، بيحبوا بعض جدا. هما فعلا كانوا شادين مع بعض امبارح شده جامده قوي، وانا تعمدت ان انا اجيبهم النهارده، فهما دلوقتي بيتصالحوا قدامكم على الهوا. لا يوسف كانت بتغدى عندي النهارده. النهارده عملي ملوخيه. النهارده عملي ملوخيه؟ عملي ملوخيه النهارده اتغديت عندي النهارده. يعني زعل ما بيقعدش معاها اكتر من 24 ساعه؟ لا ما فيش 24. اطاء لو زعلت كتير. ما فيش وقت للزعل كتير. العمر مش مستاهل ولا الوقت مستاهل. على فكره مرات بقول لا في وقت للكره ولا في وقت كتير للزعل، لانه بياخد من الواحد، بياخد من قدرته ومن استهلاكه لنفسه ومن عمره ومن شبابه ومن جماله. طول ما الواحد من جوه حلو، طول ما كل حاجه هتبقى حلوه في حياته، حتى لو لا. احنا النهارده بنتكلم على الصداقه، وعشان كده بنجيب لك اصدقائك اللي شاركوا معاكي مراحل كتيره قوي قوي في حياتك. فاكرها يا استاذ سمير في الارهاب وكباب؟ فاكر دور يسرى الجميل في الارهاب وكباب؟ ايه رايك في الدور ده؟ يعني يسرى ما بيقمهاش حجم الدور، بيقمها نوعيه الدور، ودور كان ممكن ترفضه لكن هي عملت منه شيء جميل جدا. ايه الدور ده بالنسبه لي كان ايه؟ بموت فيه، بحب الدور ده من قلبي. بس مع اني انا اقول ليكي انك بتحبي ادوار فتيات الليل. اتهام يعني. اصل شغلانتها غير شخصيتها. الشغلانه حاجه والشخصيه اللي انا باديها حاجه. الشغلانه اللي انا يعني اذا كانت هويتها عباره عن انها فتاه ليل، فهنا ممكن تبقى فتاه ليل عندها في 40,000 شخصيه مختلفه. فتاه الليل انا بعمل مفتاح شخصيه مختلف. ان هي اتوظفت في الشغلانه ديت علشان يبقى ليها مثلا براح تعمل فيه اللي هي عايزاه. بس انت بتحبي الارهاب؟ لا لا انا بحب هي الشخصيه هند. فاكراها هند؟ طبعا. بس فين فين صباح الخير يا حليم. الله لا انا لا انا مسألة. صغير وسيبي لي نفسك وانا عايز اشتغل معاكي. قلت له انا كمان حاجاني انا عايز اشتغل معاكي. قعدنا فصلنا الفستان ده بالظبط في يوم. جبت جميله، قلت لها جميله تعالي هنقعد نشوف استاذ شريف عايز ايه. قال لي انا عايز دولاب الصدر ده تحطي فيه كل حاجه. قلت له ازاي؟ هي دلوقتي قعدت مرعوبه. فايه رايك لو جبنا لك حد من بلد بعيده 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 خالص ما شفتيهوش من زمان، صديق من جنوب افريقيا؟ جون. لا جون لازم اعرف. قولي لنا رأيك. مستر جون بادن هورست من جنوب افريقيا.
تعرفت عليه لما كان في امنات اووردز، عارفين الامنات طبعا كلنا، وعمل واخد المهاجر وهو اللي كان ماسك شركه الامنات بس سابها دلوقتي، وبيشتغل عمل حر لوحده، وهو صديقي الوحيد اللي ليا في جنوب افريقيا، وكان حلم حياتي اروح جنوب افريقيا. فلما قابلته قلت له بقالي 900 سنه عايزه اروح جنوب افريقيا، قال لي تعالي وحفرني. لففني جنوب افريقيا 48 ساعه كلها، كيب تاون، جوهانسبرغ، سان سيتي، كل حته راح واخدني وراح عامل لي عارفه ايه، عمل لي كده هو التور كده هو، راح مرجعني على مصر. ايه بس بيتكلم شويه عربي. جون، وات وود يو سي ان عربي فور يوسف؟ I'm not sure if I'm saying to a man or a woman, but what I'm trying to say is Bahebek wa Albek. Bahebek wa Albek. Bahebek wa Albek. Wa Albek. وعايزين نجيب لك من جمهورك شخص كان نفسه قوي قوي يقابلك، كانت أمنية حياته يقابلك. حد هنا؟ أنت؟ تعال حسن. تعال. انا ساعتك عاوزين نشوفك من زمان يا حبيبي. انا ساعتك كان نفسي اشوفك من زمان. انا ساعتك تحت امر، انا اللي تحت امرك يا قمر يا جميل. انت يا حسن كنت عايز تقول لي يسرى ايه؟ اتفرج عليه. مدام اسمها ايه؟ مدام ايه؟ مدام روسيا. مدام قولي، عايز تقول لمدام روسيا ايه؟ عاوزه اقول لساعتك صورتك في المجله، كنا ساعتك عاوزين نشوفك من زمان. يا حبيبي انا، يا حبيبي انا، ربنا يخليك. هو قال لنا انت بتقف فين يا حسن؟ عند نعمه. عند نعمه؟ طب انا باكل على السندوتشات عند نعمه، ما بشوفكش ليه؟ انت بتقف الصبح ولا بالليل؟ لا بالليل. انا جايه لك بقى. بتقف بالليل؟ بتقف لغايه الساعه كام بالليل؟ لحد الفجر. لحد الفجر. انت ايه، انت بتقعد كتير قوي كده؟ مش بتروح المدرسة؟ اه بروح، بس خدنا المدرسة. اه بس الساعة المدرسة؟ بس اروح الساعة 3 بالليل، انام لحد الساعة 6 الصبح. تنام من 3 ل 6 الصبح؟ عندك اخوات؟ اه كتير. انا عايزاك تذاكر كويس قوي عشان تكبر وتشتغل، ويمكن تشتغل في السينما. نفسك تبقى ايه لما تكبر؟ نشرت مقابلة هامة جدا في جريدة الأسبوع عن مجلة الإذاعة البريطانية، مقابلة مع الشاعر العربي الكبير نزار قباني، بيقول فيها: أحوالنا زفت وأطران، فكيف يكون لدينا شعر عظيم؟ وعن كلام نزار قباني وعن الموقف العربي نتحدث بصراحة مع مفكر ومثقف عربي كبير. يسرنا أن يكون معنا الليلة في الليلة، وحيكلمنا بصراحة الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهو حاليا يشغل منصبا دبلوماسيا رفيعا، فهو سفير مصر في النمسا.
لكن يسرنا أن نقدمه أولا وأخيرا على أنه مفكر ومثقف عربي على أعلى المستوى وأحد العقول المصرية التي تسهم بدور كبير في إثراء الفكر القومي وله مساهمات عديدة في ذلك من خلال المؤتمرات والندوات، كما أن له مؤلفات هامة بهذا الصدد أشهرها كتابه الهام تجديد الفكر القومي. اقتنصنا فرصة وجود سعادة السفير معنا الليلة وقد حضر إلى القاهرة لأنه أصبح جدا، فهنقول مبروك ونرحب فيه السفير مصطفى الفايز. الله يبارك فيك. عنده كم يوم؟ اسبوعين يمكن. اسبوعين؟ واسم الفقي الجديد يعني هم سموه ابوهم وسبت لهم الاختيار، سموه اسم سليم. لانه وانا جوز بنتي دبلوماسي فكانت معاه في تركيا، فسليم الاول الفاتح يزرجوز لهم فسموه سليم. وفي عوده عمل الاسامي القديمه فما لكن رفضوا يسموه مصطفى على كل حال. رفضوا؟ هاتوا بيه فيرنس. شخصيتهم قوية جدا. نرجع سعادة السفير إلى مقال أو مقابلة نزار قبالي فيها آراء متفجرة كتيرة جدا. أولا هو بيقول حالتنا زي أتران، وإذا قدرت إن أنا أقول لحضرتك مقطع من إنه بيقول في هذه المقابلة: المبدعون يصرخون كل واحد بطريقته، الشاعر بشعره، الرسام بألوانه، المثال بكتلة الحجر، الموسيقي بأوتاره، ولذلك يستحيل أن أتصور مبدعاً مصاباً بالخرس، حتى الطبيعة لا تتوقف عن الكلام، فالريح تتكلم، والرعد يتكلم، والموج يتكلم، والزلزال يتكلم، والأعاصير تتكلم، حتى عالم الحيوان هو الآخر لا يتوقف عن الهديل والصهيل والنباح والمواء والزمجرة. فكيف يمكننا أن نطلب من الكاتب العربي أن يبلع لسانه ويتحول إلى حائط أو جبل من الجليد؟ يتهم نزار قباني الكاتب العربي في هذا الزمن أنه يتكوم تحت الشراشف بانتظار العاصفة، رحيل العاصفة الثلجية، وأنا كاتب العربي معزول مثل الدبب القطبية عن مجتمعي. هل هذا الكلام صحيح؟ شوف حضرتك، لازم في البداية نفرق بين حديث الشاعر وكلامه وبين كلام مفكر. الشاعر جزء الخيال في حياته أكبر وخصوبة في الإبداع تدعوه أحياناً أن يعمل نوع من الدراماتايزين، فهذا هو نزار قباني، يعني أفضل شعراء العربية في رأيي في العقود الثلاث الأخيرة. فمن الطبيعة أن تكون هذه لغة، ولو قصيدة برضو بتكلم فيها متى نوع لمعرفة العرب إلى غير ذلك، ودايماً عاش كل نكسات العرب، له قصيدة بتاعت النكسة وقصيدة القلعة عبد الناصر وماشي معانا على طول. فطبعا ده جزء من الإحساس بروح الأمة يذكر بتقدير نزار قباني، إنما لا يجب أن يؤخذ كل ما يقوله على إنه الحقيقة، إنما ده جزء من التصوير الشاعري. الشاعر حر في أن يفعل. إن يقول أحوال نزلت وأطران من وجهة نظره، يعني هو الشاعر بس أحيانا بيعمل عملية تضخيم لزاوية معينة قد يراها مديح، قد يراها هجاء، قد يراها يبان فيها لغة الاكتئاب والحزن أو لغة السعادة والمرح. فنزار قباني بدوافع قومية معروفة بيعمل نوع من المبالغة والتضخيم. إنه طبعا في ناس كثير بتتكلم عن إن الأمة العربية بتمر بفترة تردي وعصر صعب والمشكلات معقدة والتحديات كبيرة، كل دوارد. إنما عمر الأمة ما بتموت أو بتنتهي، مش صحيح. وواجه العرب في تاريخهم ظروفاً أقسى وأصعب عشرات المرات في التاريخ كله، إنما دورة التاريخ كده في فوق وتحت، في تقدم وتأخر، في انتعاش وانكماش. ما يصحش نعمم فترة قصيرة من التاريخ على روح الأمة كلها، ده أمر صعب للغاية. هل أحوالنا حالياً ما هو التوصيف الدقيق لها؟ أحوال الأمة العربية؟ الأمة العربية بتبحث عن موقع مختلف في ظل عالم مختلف.
لانه العشر سنين او التسع سنين الاخيره حملت من التغيرات في العالم ما لم يتوقعه احد. يعني لو كان حد قال لحضرتك من 10 سنين الاتحاد السوفيتي هيختفي والكتله الشرقيه هتتلاشى وان الحرب البارده هتنتهي، ما كانش حد هيقتنع بالكلام ده بدقه. تنبؤ سياسي اصبح عمليه صعبه، ولكن هذا كله حدث. فاذا احنا امام تغيرات غير مسبوقه، الجيل بتاعنا شاف نتائج حرب عالميه دون ان تحدث هذه الحرب. بدليل تصفيه نتائج الحرب العالميه الاولى والثانيه بالاحداث اللي حصلت في العالم الجديد. العرب مطالبين باعاده النظر في اوضاعهم وفقا لهذا العالم المختلف، ولا زالوا في هذه المرحله. ما عادش في اتحاد سوفيتي، ما عادش في حرب بارده، ما عادش في تناقض دولي بيقدر يلعب عليه العرب لحل مشكلاتهم. حصلت عصر القوميات، ظهر فيه تحولات معينه، في حاجات اختلفت كتير. اين نحن الان؟ يعني توجد الولايات المتحده الامريكيه بقوتها، توجد النمور الاسيويه اللي يعني خلقت لنفسها مكانه في العالم، توجد السوق الاوروبيه المشتركه، الدول الاوروبيه. اين نحن؟ اين نحن كعرب كامه؟ يعني اسمحي لي اكون هنا مختلف. انا لا اتصور ان العرب استثناء لكل العالم، لا. كل العالم فيه لحظات ضعف وهوان ولحظات تقدم ونحن. وفي ايجابيات كثيره في العالم العربي. يعني احنا لحظات ضعف؟ لا، ما نقدرش عامل الكلام ده، لكن انا عايز اقول لك ان احنا في لحظات تحول. العالم العربي يتغير، يعني قرني مساحه الديمقراطيه في العالم العربي دلوقتي افضل منها من 10 سنين. مش في كل الدول، في معظم الدول. التقدم الاقتصادي في دول زادت السكان بالذات وفي مقدمتها مصر افضل من الاول. شكل العلاقات العربيه اكثر نضوجا. يعني بعد حرب الخليج والصدمه العنيفه اللي حصلت، الافاقه العربيه هترتبط بعلاقه موضوعيه مش عاطفيه. هنبطل حكايه ان احنا نقعد نبوس بعض ونصالح بعض ظاهريا، نو. الشكل هيبقى مختلف لان الدرس كان قاسي. فالعرب هيتعاملوا مع بعض بشكل موضوعي زي دول الاوروبيه ما تتعامل مع بعضها مع الفعل. بدون عواطف وبتوظيف المصالح المشتركه وبتحكيم نظريه الضروره التي تستدعي ان يتضامنوا وان يتحدوا. عن مصر والإنسان المصري، وحضرتك ساعتك سفير مصر في النمسا، وأنا عايزة أحكي لكم حكاية يمكن ناس ما عرفوهاش، حكاية سعيد عثمان المواطن المصري الذي يعيش في النمسا منذ كم سنة؟ عاش بقى حاجة 20 سنة. حاجة 20 سنة بيعمل سائق تاكسي في النمسا وله 5 أطفال وزوجة مصرية. في يوم من الايام ركب معاه راكب نمساوي اسمه زيكفريد، وفجاه قرر انه يموت سعيد عثمان لمجرد انه اجنبي. فطلع المسدس وفرغ في راسه المسدس وسابه غارقا يسبح في دمه، وذهب الى محطه بنزين قريبه وطلب تاكسي اخر على الا يكون السائق اجنبيا. عمليه اضطهاد المواطن العربي في المدن الاوروبيه حاليا، وبتشهد اوروبا عمليه شبونيه فظيعه، مطارده وصراع خفي للمواطن العربي في محاوله لتهجيره او طرده من الدول الاوروبيه حتى لو كان عايش بقاله 20 أو 30 سنة. تفسير حضرتك لما يحدث الآن لنا كعرب أو لأهالينا العرب اللي موجودين في أوروبا، لماذا هذه النزعة؟ حضرتك عارفة مفهوم كراهية الأجنبي ده مفهوم قديم مش مرتبط بأوروبا، بس في شعوب كثيرة كانت تنظر للأجنبي بازدراء وبكثير من القلق والحذر. الإنجليز بينظروا للأستراليين بازدراء النهاردة، بيقولوا عليهم الجاليات المقيمه في اي بلد ما بتبصوناش. احنا في مصر احنا شعب يتميز بالسماحه تاريخيا، وشوفوا الجريجي والطلاينه والارمن كانوا عايشين ازاي في مصر. ايوه، وممتزجين بالحياه وعائلات وعلاقات. حتى اليهود عاشوا حياه طيبه للغايه في مصر الى ان بدات المواجهات مع اسرائيل، وكان عندنا وزير يهودي في الكابينت المصري تاريخيا. فده شعب سامح بطبيعته. في طيار عام في اوروبا كراهية للعرب، مش للعرب، للأجانب عموما، بسبب أولا كذا عامل. لما حصل الاتحاد الأوروبي فبدأ يبقى فيه مزاحمة في الوظائف، مش محتاجين للأجانب، لأن دخلت الشعوب الأوروبية الفقيرة مع دخول الشعوب الأوروبية الغنية، فأصبحت العمالة المتواضعة ممكن يشغلها هؤلاء القادمين. الحاجة الثانية، في إحساس برضو إنه أحيانا بعض أعمال العنف
بتلصق ظلما بالعرب والمسلمين. كده رأي بادئ، ما يحصل أي عمل عنيف يتبادر إلى ذهنهم ظلما إن ده عمل إسلامي أو عربي، نتيجة بعض الممارسات الفدائية من جانب الفلسطينيين في مرحلة، وبعض الممارسات من المتطرفين الإسلاميين في مرحلة أخرى. ده عامل تاني. العامل الثالث إن في ميراث تاريخي لازم أعترف به، إنه في حساسية خفية لا تظهر بسهولة من الغرب تجاه الشعوب الشرقية وربما تجاه الإسلام بشكل خاص، ما هيش موجودة عند رجل الشارع إنما موجودة في ضمير الأمة في تاريخها، فبتثور أحيانا. يعني مثلا الحملة مركزة ضد الأتراك في ألمانيا، بس أنا عايز أقول إن النمسا مش النموذج ده أبدا، بالعكس النمسا من أفضل النماذج، والحادث اللي حضرتك تفضلت بيه ده يعتبر استثناء، لأنه ده راجل مجرم محترف ولد سكير وكان سكران وقتل السائق في لحظة بلا وعي، وقبل كده كان مسجون، وصحيح جزء منها كراهية الأجانب قد يكون، إنما مش ده الجزء الكلي. هل ده جزء من نازية جديدة؟ النازية جديدة مش موجودة في النمسا، موجودة في دول كتير، إنما في بعض التوجهات زي ما قلتي اليمينية الشيفونية المتعصبة ضد الأجانب، وحتى تحس بيها ساعات لما واحد سحنته تبان شرقية ويعمل غلطة في المرور يبص له بصة لو عملها الأوروبي يمكن تفوت، إنما مع شرقي أو شرق أوسطي بيبقى فيها كده نوع من المبالغة. طب ولو كان الشرق أوسطي ده يهودي من إسرائيل ما بيزعلوش منه ليه؟ دي قضية أخرى بقى، اليهود ده موضوع تاني، تركيبة تانية داخلة فيها. إنما أنا عايز أقول لحضرتك بالنسبة للنمسا بالذات، النمسا فيها جالية إسلامية ضخمة 300,000 مسلم، معظمهم أتراك وأكراد وإيرانيين وعرب. النمسا هي تكاد تكون إحدى الدول الأوروبية القليلة التي تدرس الدين الإسلامي على نفقاتها في المدارس الحكومية لغير للمسلمين، ده حاجة مش موجودة برضو. وعايز أقول لك وإنكم حضراتكم شفتوا في الحادث ده بالذات حدث تعاطف شعبي مع الحادث لا تتخيلي، بيعتبروها من أكبر جنازات في تاريخ فيينا، جنازة سعيد عثمان. سعيد عثمان بدأت من الحي العاشر اللي حصل فيه الحادث إلى مبنى البرلمان، وقفلوا طريق المطار عشان عثمان يطلع، وخرجت قوافل سائق التاكسي النمساويين حوالي 600 عربية. ما في مصريين لا لا لا، سائق التاكسي المصريين 20-30، إنما كان في روح ضخمة. فتحوا باب الاكتئاب، الاكتئاب متأسف في البنك، هو باب الاكتئاب مفتوح على طول ده. فتحوا باب الاكتئاب، أعلنت الصحف عن فتح باب الاكتئاب لأسرته، جمعوا حوالي 1,000,000 شيلين فيهم 100,000 دولار، والصحف متعاطفة. يعني عايز أقول بس الحكومة عايزة ترحل ولاده ومراته؟ لا لا خالص، دول نمساويين، نمساويين يحملوا جنسية نمساوية. وأنا رحت النادي المصري وكان مشرفنا بزيارة مع وزير الأوقاف الدكتور محمود زقزوق، راح معانا وقعدنا مع الجالية وهديناهم. جالية في 22,000 مصري في النمسا، جالية كبيرة هناك كلهم بيشتغلوا بيعوا جرايد. لا لا، فيهم دكاترة ومهندسين، إنما طبعا المهنة الملفتة هي مهنة بياع صحف، بدأت لا نسمع تنفرد بيها النمسا. تنفرد بيها ليه؟ والله يمكن عشان الجو قاسي وصعب على اي واحد انه ينزل يجيب جرنان، فاللي بقى يعني الجدعان المصري بقى العربيه ضروع في بيع جرايد، بس فيهم ناس يعني مش كلهم بتوع جرايد، دول الجلد بتاع الانسان المصري بتوع جرايد، في ناس فيهم جرايد كتير خدوا دكتوراهات وتطوروا، يعني بيبتدوا بائعي صحف ما بيستمروش كده، بتعتبر مرحله لان فيها تسهيلات في الاقامه، فبياخدوها في الاول كمقدمه ويتعلموا. المصري مجتهد جدا في الخارج جدا. فحضرتك بتقولي الجنازه بقى ابتدت، وجنازه سعيد عثمان كانت جنازه ضخمه للغايه، وتقدمها نائب عن وزير الداخليه، والصحف ادتها مساحات ضخمه، التلفزيون النمساوي عمل برنامج مع اسره القتيل واولاده، عمل تعاطف ضخم. فانا عايز اقول احنا لم نشعر بتقصير على الاطلاق، بالعكس، فده ادى الى ارتياح الجاليه، لان الجاليه المصريه محل احترام هناك. وهيحاكم بقى القاضي؟ طبعا طبعا ان شاء الله يعدموه يا رب. مفيش اعدام في النمسا. سعيد عثمان ده ما كانش فيه ذنب، يعني ضحية. لا ده ضحية، ده جريمة فردية وتعتبر استثناء في العلاقات النمساوية العربية. أن العلاقات طيبة للغاية، والجالية العربية كبيرة وتعيش حياة مستقرة ومحل. تعرفين أنه السيدات النمساويات يفضلوا أنهم يركبوا بالليل في تاكسي مصري أكثر أمناً، وبيقولوا يقف على الباب وتقولوا استنى لما أطلع الباب ونور السلم، خليك واقف، يقف في رجولة وشهامة. شايفين الرجالة المصريين؟ سمعناها، سمعناها، محدش بيعملها، لأن المصري طبيعته فيه نخوة وشهامة، وابن البلد فيه روح بتنعكس عليه أينما ذهب. فأنا عايز أقول لحضرتك إن التيار بتاع اللي مش موجود في النمسا أو موجود في دول أخرى ده نتيجة العوامل كلها اللي قلتها لحضرتك قبل كده، بس ما أظنش إنه هيستمر، إنما جزء كبير منه مواجهة الإسلام والغرب، لازم أعترف بحكي، خصوصا في فرنسا. يعني أنا متذكر كنت في ديفوس، موضوع مهم جدا، كنت متحدث في جلسة رئيسية في ديفوس المنتدى الاقتصادي، وكان رئيس الجلسة اللي بقدمني ريمون بار رئيس وزراء فرنسا. واحد سأل سؤال مباشر في الجلسة، قال لي إيه رأيك في قضية منع
الحجاب للفتاة المسلمة في فرنسا. المدارس. المدارس قلت إن من حق أي إنسان أن يعيش حياته بالطريقة التي يريدها بشرط ألا تتعارض مع قانون الدولة. طب لماذا لا يسمح للآخرين أن يلبسوا زيهم؟ زي ما بتسمح لحد يلبس المايو تسمح لحد يلبس الحجاب. مع الفارق طبعاً والتجريد للجانب الروحي. فمحدش يصح إنه يتدخل في الزي أبداً. وأظن رئيس وزراء فرنسا السابق اللي كان قاعد جنب رئيس الجلسة أبدى ارتياح لهذه الإجابة. إنه دي قضية أخرى، ما يصحش حد يقحم تقاليده على مواطن لديه يحمي نفسه حقوق. بشرط ألا تتعارض هذه التقاليد مع النظام العام في الدولة اللي هي فرنسا. وده ما بيحصلش. حضرتك أثرت موقف الغرب من الإسلام، كيف نجابه ونواجه هذا المد العدواني بالنسبة للدين الإسلامي في على يعني نطاقات مختلفة، سواء في أوروبا الغربية أو في أمريكا، أمريكا الشمالية بالذات، إزاي نغير هذا الموقف وهذه الصورة؟ لن يكون ذلك إلا بمزيد من إبراز صورة الإسلام السامحة الطيبة الحقيقية. يعني شوف زيارة الإمام الأكبر لما راح بريطانيا أو بزور أي بلد، شوف راح بريطانيا فتحت كل الأبواب بالتقدير والإحترام، قابل ولي العهد ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والكنيسة البريطانية والكنيسة كله استقبل، لأنه ده بيمثل وجه الإسلام الصحيح. العنف يولد العنف، التعصب يخلق التعصب، هذه مشكلة في محاولة للإساءة إلى الإسلام من المسلمين أنفسهم، فدي تنعكس هناك ويروا من خلالها الإسلام، بينما الإسلام الحقيقي أبعد ما يكون عن ذلك. فلما بيجدوا صورة سامحة طيبة مستنيرة واعية، نموذج محمد عبده كده وانت جاية، بتختلف الصورة. وبيقول لما تشارلز ولي عهد بريطانيا بيقود حملة واعية جدا للدفاع عن الإسلام، وبيقول مش صحيح اللي انتم بتشوفوه ده، اللي بتشوفوه ده شيء يعادي الإسلام كما يعادينا. بس هم بيحتضنوا الإرهابيين وبيحتضنوا العناصر المتطرفة، بيفتحوا لهم الأبواب، بيجعلوهم يقيموا مؤتمرات. عندهم ناس كتيرة جدا عندهم تفسير خاطئ بيخلط ما بين من يمارسون العنف والمعارضة السياسية، بيعتبر دي معارضة لاجئة وده مش صحيح. وتقول له ده راجل بيمارس العنف، ده راجل عمل أعمال إرهابية، يقول لك والله ما عملهاش عندي. فده نوع من الكونسبت، لكن بدأوا يفوق، أمريكا فائت قبل غيرها وفرنسا بدأت. أيوه لما صابهم الأذى، أمريكا فائت لسه من النار بيفوق، لسه من الشوربة بينفخ في الزبادي. فأمريكا ابتدت تنفخ في الزبادي وبل أوروبا. حضرتك كنا بنتكلم على المناصب، قد تبوأت مناصب عديدة، منها حضرتك كنت مسؤول عن سكرتير الرئيس للمعلومات وهو منصب هام جدا. ما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر في هذا المنصب الذي يقترب من الرجل الأول؟ والله شوف حضرتك لفترة يعني انتهت من حياتي بقالي 5 سنين تارك هذا المنصب، انما انا اقدر اقول لحضرتك انه بتحتاج انه يكون واحد هارد وركر، يعني يشتغل كتير، خصوصا مع حد زي رئيس مبارك شغله كتير، فعايز واحد يبقى ديفوتد للعمل بشكل مركز. ثانيا يكون عنده كفاءات شخصيه، بيقرا كويس، بيفهم كويس، بيتابع كويس، يكون شديد الامانه، لان دي مساله بتتعلق بالصدق في النقل من والى. فإن لم يكن الإنسان صادق للغاية وأمين مع نفسه ويرتفع فوق مشاعره ونوازعه حتى السياسية، إذا كان عنده حتى اهتمامات لازم يكون موضوعي أعلى درجات الموضوعية، وإلا يبقى لا يصلح لمثل هذا. يعني job description بتاعت أي واحد يشتغل في مناصب قريبة من صانع القرار تقتضي التجرد والموضوعية والأمانة والكفاءة والصدق والرغبة في العمل. ده مش بيتناقض مع العمل الدبلوماسي الصفات دي؟ لا بالعكس، ده عمل دبلوماسي، ده الدبلوماسي لازم يبقى ممثل دبلوماسي. ايوه معلش، تمثيل الدبلوماسي ده تمثيل تاني. تمثيل الدبلوماسي ده عكس تمثيل الدبلوماسي، برضو فيه فكره المعلومات وفكره انه يبقى يعني يعبر عن شخصيه وطنه ومكانته ويكون محترم نفسه الى اخره. لا مفيش تعارض، بالعكس. وفي العالم كله الدبلوماسيين بيشغلوا مثل هذا النوع من الوظائف. ايه بقى اصرار حضرتك ان انت اهم شيء؟ طبعا تبوأت مناصب عديده وساعات السفير ده منصب عظيم جدا، لكن اصرارك انك يسبقك كلمه المثقف عندك اهم من المنصب الرسمي. اولا لانه
مش شغل السفير انه يجي في برنامج واجه الجماهير اولا عشان كده انا جاي بصفتي كشخص من له اهتمام بالقضايا العامه وهي عندي اهم وارفع. ثانيا حكايه السفير دي وظيفه وليست انا صحيح بقى 31 سنه في الخارجيه المصريه ما شاء الله انما انا 66 دبلوماسي لكن يعني لم اشعر يوما ما اني معزول عن قضايا الوطن وحياته العامه اطلاقا. شاركت فيها في كل عصور الرؤساء عبد الناصر والسادات ومبارك حتى الان وساظل مشاركه وبعتبر ان وظيفه الدبلوماسي وظيفه يؤديها الانسان بامانه كعمله المهني انما اهتماماته ودوافعه ومشاعره لقضيه وطنيه انا عندي اهتمام بالعمل العام وموجود عند بعض زملائي ايضا فده بيخلي له صفه الاهتمام بما يدور اكثر بكثير من مجرد ان يكون مجرد موظف دبلوماسي. في النهاية بنشكرك سعادة السفير والمفكر الكبير ومنشتات زي ما ابتدينا كلامنا كده ايه اهم قضايانا المصرية حاليا؟ المصرية على المستوى العربي؟ ايوه. اولا البحث في تحديث العقل العربي انه العقل العربي يخرج من غياهب الماضي ويعيش حياة العصر تنكمش كمية الشعارات والعواطف وتزداد مساحة العقلانية والتفكير. اثنين أن نتجاوز خلافاتنا ونفكر بحسابات قومية علوية شوي كل واحد يجي على نفسه شوي ويتناسى الماضي وأخطائه من أجل مصلحة قومية علوية. الشيء الثالث أن احنا نكون أكثر واقعية في فهم مشكلاتنا وصدامنا مع الآخرين يعني ما نعيش فكرة المونولوج بنردد بيننا وبين نفسنا أفكار معينة. الحياة ديالوج في طرف آخر نحن والغير نحن والآخر ما يصحش أولا نعيش نردد ما نريده لا نردد ما نريده ده مش هيكفي انما يجب ان تستوعب ما يريده الاخرون ودايما الحقيقه كومبرومايز بين حاجتين بين طرفي نقيض ويجب ان نسلم بهذا. فيوم ما يعلو العقل ويسود على المستوى العربي وده اللي انا ركزت عليه في كتابي تجديد الفكر القومي ضروره بعث الفكره القوميه بطريقه موضوعيه تعتمد على المصلحه تعتمد على الجانب الاقتصادي والثقافي مش بالضروره كله سياسه هو ده تصوري لمستقبل المنطقه العربيه ان شاء الله. ان شاء الله وننصح اعزائنا المشاهدين بقراءه كتاب تجديد الفكر القومي. الكتاب ده باع كتير مش محتاج دعايه. ومبروك على جائزه الدوله والف مبروك على الاستاذ سليم الصغير سليم الاول سليم الاول شكرا دكتور مصطفى الفايق.